بدي أسألك أنت كيف وصلت لتتعرف على هود الناس؟ شو اللي عملته أو شو الأدفايس اللي فيك تقوله للأشخاص اللي هلأ بالبوزيشن اللي أنت يمكن كنت فيها من 10 سنين؟ العمل الدؤوب، أنا دايما بقول العمل الدؤوب ثم العمل الدؤوب. التالنت أو الموهبة لا تشكل أكثر من 10% من الباركور دو كارير، يعني المعيوش يلي نحن بدنا نكمل فيه كفنانين. العمل الدؤوب هو 90% من هالمعيوش، وال10% هو الموهبة. الموهبة صحيح هي بتساعد، والشغف بيساعد لأنه بيحفزك على العمل الدؤوب، ولكن قد ايه انت صبرك طويل، قد ايه انت يلتقي الذكاء الفني بالذكاء اليومي للحياة لحتى انت تضلك تقدر تثابري وتتعبي وتفتشي ومجهود. الخيبات يلي بتكسرك انت وعم تشتغلي، كيف تقدري ترجعي تواجهيها، تقومي منها، تنتفضي على حالك، تنتفضي على تتقبلي النقد، نقد الآخر، وبذات الوقت أوقات ما تتقبلي نقد الآخر، وهيدا كمان حقك، يعني هيدا من حق كل شخص إنه يتقبل نقد الآخر، وساعات كمان يغربل يقول لا هيدا النقد غير بناء، أنا ما بدي. عشان هيك هالخيبات كلها بتصير تعرف تدوزنيها، يا بتكون حافز لإلك كمان تتخطي هالمصاعب، يا بترجعك لورا. الاستمرارية هي المهمة كتير، وعدم اليأس، عدم اليأس. وهون بيجي دور الفنان أو حيالله شخص بحياته إنه يفتش على نقطة ضوء تقدر تدله على الطريق. ساعات نقطة الضوء بتكون عائلتك، ساعات نقطة الضوء بتكون شخص قريب لإلك عزيز على قلبك عم بيشجعك، ساعات بيكونوا المستمعين الفانز الأصدقاء، ساعات بيكون شغفك بالدرس. حيالله خشبة خلاص هي اللي بتخليك تضلك بالاستمرارية.